السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله بخير أوقاتكم. عاجل، أمريكا تكشف تفاصيل عرضها للحوثيين وأهم ملفين لمبعوثها، وإلى التفاصيل. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد إرسال مبعوثها إلى اليمن ضمن مساعي جديدة لعقد صفقة بشأن أهم ملفين. وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان لها بأن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ سيزور السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع، موضحة بأنه سيناقش ملفي شبكة التجسس الأمريكية والعمليات اليمنية في البحر الأحمر. وألمح البيان أن هذين الملفين سيكونان مقابل حل دائم لمواصفته بالصراع في اليمن وإيصال المساعدات وتحقيق سلام شامل. وجاء الإعلان الأمريكي عقب تقارير حول مساع أمريكية لعقد صفقة جديدة مع صنعاء بشأن العمليات البحرية التي تشترط صنعاء إنهاء العدوان على غزة لإيقافها. وتحدثت المصادر بأن العرض يتضمن إعادة مؤسسات الدولة إلى صنعاء بما فيها البنك المركزي اليمني. وتحاول الإدارة الأمريكية استثمار الجولة الجديدة من المفاوضات التي تنطلق اليوم في العاصمة مسقط للضغط باتجاه تحقيق أجندتها. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.